ولنقاش ملف تزايد معدل الإصابة بفيروس كورونا في العراق وأسباب ذلك وجهود الحكومية في مواجهة الوباء، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد رئيس فريق التمريض التطوعي في العراق فراس الموسوي. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا بالفاضل. أهلا ومرحبا سيد فراس. كيف يفسر هذا التصاعد السريع في معدل الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في العراق؟ نعم، تحية طيبة لكم ولجميع المشاهدين الكرام. بطبيعة الحال الموجة الثالثة، وبتصريح رسمي من الجهات المعنية، هناك موجة تستهدف العراق، وهي بطبيعة الحال ليست بغريبة، لأن كل دول العالم تعرضت لهذه الموجات، فبالتالي هذه الموجة هي شديدة حقيقة، شديدة القساوة وشديدة المرض، وبالتالي الأعداد تتزايد بشكل فظيع جدا. حتى في الموجة الأولى لم يتعرض العراق لهذه الأعداد الكبيرة، حقيقة وصلت إلى أكثر من 8000 حالة ما بين الراقدين في المستشفيات وما بين الراقدين في المنازل، فبالتالي رقم مرعب ومتزايد، وبالتالي لا تستطيع أعتقد المؤسسات الحكومية أن تغطي إذا ما ازدادت الحالات بشكل أوسع وأكبر. ومثل ما ذكرتم أنه أجهزة الإنعاش مع قبل فترة ليست بقليلة قامت الوزارة والجهات المعنية وحتى الجهات الخيرية بتوفير بعض الأجهزة، من أجهزة التيباب أو أجهزة اللي يحتاجها المريض من أجهزة الإنعاش الرئوي، فبالتالي هذا كله لا يغطي حجم الحالات المتزايدة. وهذا ينذر بخطر فظيع، وإذا ما تزايدت هذه الأعداد أعتقد المؤسسات ليست مع المؤسسات أيضا الملاكات الطبية والتمريضية هي لا تكفي ولا تفي بالغرض، لأن احنا بالعراق حقيقة لدينا نقص جدا حاد بالملاكات الطبية والتمريضية، فبالتالي سوف ينعكس سلبا على تغطية الحالات المرضية، والردود السلبية أيضا سوف تكون من الأهالي مثل ما تعرضت المستشفيات شبعقوبة وغيرها من تكسير وتحطيم بسبب فشل المحاولات لإنقاذ بعض المرضى، وهذا حدث في جميع بلدان العالم، فبالتالي هناك انذار خطر وانذار بحقيقة. بطبيعة الحال المؤسسات الحكومية سوف تكون أمام صعقة إذا ما استوعبت هذا الموضوع واستطاعت أن توفر أستاذ فراس بعض. وفي ظل تفشي الفيروس، ما مدى جدية وفعالية قرار تقليص ساعات حظر التجول الجزئي بدءا من اليوم؟ حقيقة احنا نلاحظ اليوم عدم انسجام ما بين الجهة المعنية وما بين الصحة والسلامة، لجنة الصحة والسلامة. أعتقد بالموجة الأولى حينما تعطي وزارة الصحة وهي الجهة المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة، عندما تعطي قرار وبعض التوصيات إلى لجنة الصحة والسلامة تطبق بشكل مباشر. اليوم نلاحظ عدم اكتراث ظاهرا بهذا الموضوع مع عدد تزايد الحالات. لحد الآن اليوم وزارة التعليم العالي وغيرها والتربية لا ترجع ولا ترجي الامتحانات الإلكترونية مثل ما كانت الدراسة الإلكترونية، تريد الامتحانات الحضورية بشكل مباشر، فبالتالي هذا واحدة من الانذارات التي لم تتخذ بها الصحة والسلامة غلط. ساعات حظر التجوال بطبيعة الحال ما كفت تفاعل أو كونكتد ما بين القرارات الملزمة أو القرارات التي تصدر والتوصيات من وزارة الصحة وتطبيقها من لجنة الصحة والسلامة على أرض الواقع، فما أعرف أكو فد مشكلة ما بين الطرفين، أكو فد قراءة ثانوية ماكو ما مطروح على أرض الواقع، فلحد الآن ننتظر إجراءات وتطبيق من لجنة الصحة والسلامة وأخذ توصيات وزارة الصحة. كيف يمكن تقييم خطط الحكومة في مواجهة الموجة الثالثة من الوباء؟ لحد الآن التقييم لا يؤخذ على عين بصراحة، لأنه مضى أسبوع والحالات بتزايد، فبالتالي هناك مشكلة يجب على الجهات المعنية أن تلاحظ أين المشكلة وتعالجها، يعني بصراحة عندما تكون هناك علاجات يجب أن تقلل الحالات، بما أنه الحالات بتزايد مع نعم هناك موجة كبيرة، لكنه العلاج يجب أن يكون آني وسريع، فبالتالي بما أنه انذار التصاعد للحالات إذا العلاجات هي ليست بالمستوى المطلوب. شكرا جزيلا لك رئيس فريق التمريض التطوعي في العراق فراس الموسوي، حدثتنا عبر الهاتف من بغداد.